التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. نعم، إذا قال العلماء يشترط التكليف، فالتكليف كما قال الشيخ هو العقل والبلوغ، وهما شرطان لوجوب سائر الأعمال. فالمجنون لا يجب عليه عمل ولا يصح منه عمل، والصبي المميز لا يجب عليه عمل ويصح منه العمل إذا أدى، وذلك يقولون يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. فإذا صلى صحت صلاته ويثاب على ذلك، لكن لو لم يصلي فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.